راح اياكم كل صراحه واقول لكم انه الفيديوهات اللي فاتت كل ساعه واحد طاب لي ويقول لي علي بس هاي نظريه مؤامره انت شلون تطرحها وانت المفروض خلفيتك علميه انت وين شايف خلفيتي نظريه مؤامره كلمة كل هواية سمعتها خاصة ورا ما نزلت الفيديوهات عن الدجال فقلت اخذ على عاتقي موضوع انه افهمكم شنو هي نظرية المؤامرة على مود تعرفون اصلها وفصلها وشنو نظرية المؤامرة وشنو الحقيقة وشنو الرأي وشنو الواقع اسمعوا وياي اصل كلمة conspiracy theory طلع بنص الستينات ويا المحاكمة مال قاتل كندي من لجنة قالت انه ممكن طلقه وافترت ونص قالوا ممكن اكو قاتل ثاني غير اوزولد وغيرها السي اي اي طلعت مصطلح conspiracy theorist على مود اي واحد يقول او يتهم تدخل حكومي امريكي قتلت كندي يلزقوه بحكاية conspiracy theory ودائما يطلعوه بالافلام ويصوروه على انه هذا المخبل ولازم ما نسمع له مع انه نظريات المؤامرة من تريد تجي على نظريات مؤامرة نقدر نحكي على هواية اشياء نقدر نحكي على 11 سبتمبر Did you see what happened? What happened? Well, I was in the PATH train and there was a huge explosion sound. Everyone came out. A large section of the building is blown out around like the 80th floor. Was it hit by something or was it something inside? It was inside. Because it looked out. Everything was coming out. All the windows were coming out. All the papers. نقدر نحكي على المبنى رقم 7 اللي وقع بدون ما تضرب أي طيارة. نقدر نحكي على البنتاغون اللي انضرب وماكو اي اثار لاي طياره It would appear that there has been another major explosion this one in the nation's capital نقدر نحكي على مقتل الاميره ديانا اللي ماتت بطريقه جدا غريبه We have reports from Paris that Diana Princess of Wales has been killed in a car accident نقدر نحكي على الدعايات والاوامر اللي مبطنه بيها اللي تقول لك ايش تشتري وايش تاكل وايش تسوي نقدر نحكي على الهبوط على القمر هواية يقولون انه هذا كذب نقدر نحكي على مقتل كينيدي كله على بعضه سواء هو لو اخوه وتحديدا صورة جاكي كينيدي اول ما مات جون كينيدي بصورة الغمزة الشيطانية نقدر نحكي على حادثة روزويل اللي مربوطة بمخلوقات فضائية Would you ever open up Roswell and let us know what's really going on there? So many people ask me that question. I won't talk to you about what I know about it, but it's very interesting. But Roswell's a very interesting place with a lot of people that would like to know what's going on. So you're saying you may declassify? نقدر نحكي على فيلم الرعب اللي اسمه مطار دنفر. How the blue Mustang statue earned the nickname Blucifer. After it fell over and killed the artist. نقدر نحكي على الكورونا وال5G واللي هي اصلا يقولون انه هي عبارة عن كوانتم فيروس او فيروس ينقل بالترددات نقدر نحكي على مشروع هارب والتحكم بالجو وشون هارب اللي يقدر يسيطر ويحرك هواية امور حتى الوصول لبث ترددات بالقشرة الارضية بحيث يسوون زلازل باي مكان بالعالم وبعد 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 اقدر هواية امور اظل احكي بيها من لي باكر واكون يبعدني بس احكي بالقشور بس هي ما تودي ولا تجيب هالامور اللي ذكرتها بالوقت الحالي لان اولا هاي قشور وثانيا هواية جادلوا بيها وحكوا بيها الفائدة العظمى للكل مو تعال احكي وسولف وجادل بموضوع على مدة ترفع مشاهداتك لو فد شي حاول تغير من داير مدايرك وارجع اقولكم هاي امور ما له داعي يتم النقاش بيها لانه جدال عقيم الحقيقة اوضح من انه اني اقعد اشوف المسلسل شنو بي لي نعرف اللي مسوين المسلسل شنو مثلا ما له داعي اقعد اني اقلب بنتفليكس واعرف ياها مسلسل الزين يا فيلم الموزين ياهو البي اجندة وياهو ما بي انجندا لان ابو البروباغندا ابن اخوه هو المالك ومدير نتفليكس او اقدر على مود اثبت لكم نظريات المؤامره اخذكم فره بالانستغرام والفيسبوك ورويكم الرعونه والسخافه اللي دا تصير هناك والسفاله والانحطاط اللي واصله المجتمع اقدر اراويك العائله شلون تفككت وكل واحد صار بصفحه اقدر اراويك شلون اخلاق بنات الليل واخلاق السفله صارت هي المعتادة عند الشباب والبنات وهو الطبيعي وانت اذا ما تسويها فانت شاذ اجتماعيا عن الامور اللي دي يسووها صار المشورب اللي يقعد يتمرقص قدام الكاميرا ويتميع 24 ساعة
هو السائد بالمجتمع، هو المتقبل، واللي ما يسويها هو الشيء الشاذ والغريب عن الموضوع. صار الحرامي والسافل واللي ياكل حق غيره واللي يحكي على الاكو والماكو واللي ما يقبل على شيء واللي ما يرضى على شيء، صار هو الطبيعي والمضبوط، لانه يعني ديداري نفسه وديداري مصلحته. صار الغريب اللي محافظ على مبادئه والمحافظ على اخلاقه واللي دا يحاول يحافظ على فكر معين، يحاول يحافظ على فطرته. ممكن احنا بزمن الرويبضة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، ممكن احنا بزمن الرويبضة اللي هو التافه اللي يتكلم بامور العامة. وايد نشوف ناس ما يسوون فلس، رياجيل ونسوان، يطلعون بالانستغرام وبالفيسبوك ويحجون ويفتون ويقررون بكيفهم، وهي كل اللي مسويته بحياتها انه هي رقاصة، او هو كل اللي مسويه هو رقاص يعني. بس الظاهر احنا بزمن الغربة، زمن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال بي يعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. تعبالكم الإسلام إنه واحد يطول لحيته ويقصر دشداشته مثل ما أساء فهمه بالعشرين أربعين خمسين ستين سنة اللي فاتت؟ بس الإسلام مو هيك. الإسلام الغريب اللي صار غريب، الإسلام هو الأخلاق والمبادئ والرحمة والمودة بقلوب الناس. الإسلام هو صلة الرحم، من أنت ما تخلي أمك لو أبوك لو أختك لو أخوك لو مرتك لو جهالك ينامون زعلانين منك، من تخابر قرايبك وأصدقائك وتتواصل وياهم. هاي الفطرة السليمة هي هاي الإسلام، بغض النظر أنت شنو دينك. مجرد رجعتك للفطرة وتصرفك بطريقة صحيحة وطريقة خيرة ونيرة ويا الناس ويا روحك، هو أكبر رد وأحسن رد ممكن نسويه بهذا الوقت. بدل ما ننشر الأعصاب والضوجة والكآبة يعني احنا هذا الدين نتعرض له، هي هجمة أفكار. احنا لازم نواجهها بأفكار، أفكار سعيدة، أفكار مو سعيدة وفرحين مخابيل، لا، سعيدة نظيفة خيرة. ساعد هذا، ساعد ذاك، تفهم شلون؟ أو أبقى أقول ذاك زمن الخير وجيل تغير، وانطي حجة لعقلك لأنه أنت ما تريد تشوف الزقها بحجة نظرية مؤامرة.